لا يرد مصطلح الغش في خطاب السياسيين إلا ما تعلق بالانتخابات فقط، بين واضع نفسه ضحية للتزوير ومدافع عن نزاهة الصناديق. هذه المرة سجل التزوير ذاته. فيه بعض الاختلالات وفيه بعض الملاحظات، لكن الحديث عن الغش كآفة تنخر المجتمع لا وجود له في برامج الأحزاب. هناك الخطاب السياسي الرسمي وهناك الخطاب السياسي الحزب المعارض، والاثنان قائمان على الغش ومغالطة الرأي العام. لا يوجد هناك خطاب صريح يذهب إلى علة العلل، وهو الفساد المعمم وانعدام الأخلاق. عدم اهتمام الساسة والنخب عموما بمحاربة الغش يعبر عن مدى تراجع منظومة القيم في المجتمع. نظامنا السياسي أفسد المجتمع، ولكن الآن فساد المجتمع أصبح أعم وأكثر اتساعا، فأصبح النظام السياسي أو الخطاب السياسي يتماشى مع هذه الحالة المرضية بكل المقاييس. تفشي ظاهرة الغش في المجتمع الجزائري وبمختلف أشكاله وفي كل القطاعات يستدعي وقفة حقيقية للأسرة وللمدرسة لإعادة بناء سلم القيم.